ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنتكلم مع بعض شويه عن البشره وازاي نهتم بيها وازاي نخليها في افضل حال وتبقى مشرقه دايما ودايما، ما يبقاش فيها ولا حبوب ولا فيها هالات سودا. 7 نصايح هقولك عليهم، لو مشيتي عليهم بالظبط هتبقى بشرتك دايما صافيه، هتبقى دايما نضره، هتبقى دايما مشرقه، البشره بتاعتك هتبقى حكايه بجد. بس لو اول مره تشوفيني ما تنسينيش في كومنت حلو زيك ولايك، وما اشتركتيش في القناه اشتركي عشان يوصل لك كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نخش في موضوع الحلقه بتاعتنا ونشوف ايه الـ7 نصايح اللي لو عملناهم هنحصل على بشره مشرقه نضره، وكمان هنقضي على الهالات السوداء على الحبوب، هنخلي البشره بتاعتنا مش محتاجه اي مكياج ولا اي حاجه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول نصيحة عندي عشان احصل على بشرة خالية من التجاعيد، بشرة شابة بدون حبوب بدون هالات سودة نضرة دايما وناعمة، لازم نظافة البشرة. اغسلي وشك كل يوم قبل النوم بمية دافية وغسول مناسب للبشرة. لو بشرتك حساسة جافة مختلطة لازم تستخدمي لها غسول مناسب للبشرة. لما باجي استخدم الغسول بسيبه على بشرتي 30 ثانية عشان ينضف البشرة من الاعماق، يعني ما تستعجليش عليه، سيبيه 30 ثانية بعد كده ابدأي اشطفيه بمية دافية مش بمية ساقعة. الخطوة دي لازم تعمليها كل يوم بالليل قبل النوم عشان تشيلي بقى المكياج واي اتربة على وشك. تاني نصيحة ودي مهمة جدا، ان انا لازم استخدم مرطبات خالية من المواد الكيميائية، وامثلة كده اللي هي زيت الزيتون والعسل والزبادي. تالت نصيحة عندي ودي مهمة جدا، وهي تقشير البشرة. تقشير البشرة لازم تعمليه مرة اسبوعيا، وكنا اتكلمنا في فيديو عن تقشير البشرة وعرفنا ان من امثلة الحاجات اللي بنستخدمها بتقشير البشرة وابسطها اللي هو العسل والليمون. لو بشرتك مش مناسبها العسل والليمون ممكن تستخدمي القهوة، القهوة والعسل، وعملنا قبل كده السكارب وجربناه وشفنا النتيجة فوري. فلازم على الأقل تغسلي بشرتك كل يوم، ومرة واحدة كل أسبوع تعملي التقشير، لأن التقشير ده بيقضي على الخلايا الميتة بتاعت البشرة وبيجدد خلايا البشرة، فلازم خطوة التقشير دي مهمة جدا جدا جدا. رابع حاجة ودي مهمة عندي، ان انت لازم تحمي بشرتك من اشعة الشمس، لان اشعة الشمس بتضر البشرة وبتساعد على ظهور التقدم في السن. فلازم ان انت تستخدمي واقي من اشعة الشمس عشان اشعة الشمس بتضر البشرة، فلازم تستخدمي لها واقي ومناسب لبشرتك عشان يحميها من اشعة الشمس الضارة. خامس نصيحة عندي، لازم تشربي مية كتير. المية مهمة جدا للبشرة، لازم تشربي مية كتير وبانتظام. طيب علشان افتكر المية لو انا بنساها اعمل ايه؟ باخد معايا ازازة في شنطتي، يا اما بحط ازازة جنبي، يا اما ممكن تنزلي برنامج اللي هو بتظبطيه على الساعات بتاعة المية، ان انت تظبطي يومك ان انت تشربي كل مثلا ساعة او حاجة يفكرك ان انت تشربي مية. المية مهمة جدا للبشرة ولازم تشربيها بانتظام وبكميات كبيرة. النصيحة رقم 6 عندي، الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن. لازم ان انت نظامك الغذائي يكون صحي ومتكامل، وكمان لازم تكتري من اكل الفاكهه والخضروات، يعني تاكلي فاكهه كتير جدا وخضره كتير جدا علشان يساعد على نضاره البشره، وكمان تحاولي ان انت تدخلي مضادات للاكسده في النظام الغذائي بتاعك، زي ايه؟ زي الشاي الاخضر، زي التوت، زي الطماطم. الحاجات دي مهمه جدا جدا للبشره، حاولي ان انت تدخليها في الاكل بتاعك يوميا. 7 نصيحة عندي ودي مهمة جدا جدا ولازم ان انت تواظبي عليها على طول، وهي النوم العميق. يعني لازم تنامي كويس جدا فترة لا تقل عن 7 ساعات، علشان قلة النوم بتسبب توتر وبتأثر سلبا على البشرة وبتعمل هالات سودة وبتعمل بتخلي البشرة ما تبقاش نضرة معاكي وبتبوظ الدنيا كلها قلة النوم. فلازم ان انت تحافظي على النوم العميق، على الاقل تنامي 7 ساعات علشان تحصلي على بشرة اصغر سن وكمان افضل وكمان تبقى نضره معاكي. فدول الـ7 نصايح بتوع النهارده، لو مشيتي عليهم هتحصلي على البشره خاليه من التجاعيد، نضره ناعمه، هتحصلي على البشره مثاليه، مش هتحتاجي تحطي اي مكياج، حاجات بسيطه، خطوات بسيطه لو مشيتي عليها هتوفري على نفسك كريمات، هتوفري على نفسك حاجات مضره للبشره. جربي الخطوات دي وقوليلي رايك في الفيديو، ولو عجبك ما تنسينيش في كومنت حلو زيك ولايك، ولو عندكم افكار سيبها لي في الفيديو عشان سيبها لي في الفيديو في الاخر تحت في الكومنتات علشان نحضرها سوا مع بعض.